بيبدأ المسلسل في أمريكا مع بنت اسمها كيتي، واللي بيظهر عليها إنها محبطة بسبب إن حبيبها بعيد عنها، وده لأنه عايش في كوريا. وبتبقى كيتي شايفة كل اللي حواليها مع المرتبطين بيهم إلا هي، وبتبقى مش عارفة حتى تتكلم مع حبيبها داي فيديو بسبب النت، واللي بيقول لها إنه متضايق بسبب إنه بعيد عنها. فبتسأله كيتي إن كانوا هيعرفوا يشوفوا بعض قريب، لكن داي مش بيعرف يسمعها بسبب الشبكة. وفي الوقت ده بتتصل المدرسة الكورية على كيتي واللي بتبقى مقدمة فيها، وبتتبسط جدا لما بتعرف إنها اتقبلت، ومش بتبقى مصدقة نفسها. ولما بترجع للبيت بتجتمع مع والدها وزوجته، وبتشرح لهم قصة حبها مع داي، وبتقول لهم انها حاسة ان القدر هو اللي جمعهم. وبتبدأ تحكي لهم يوم ما راحت بيت جدتها، وساعتها لقت صناديق خاصة بوالدتها، وانها لما فتحتها عرفت ان والدتها سافرت كوريا عشان تدرس في المدرسة الثانوية الكورية، وانها لما لبست الجاكيت بتاع والدتها خدت بالها من اسم المدرسة اللي كانت فيها، واللي بيظهر ان داي حبيبها بيدرس فيها برضه. وبتتحمس كيتي وهي بتعرف والدها انها اتقدمت للمدرسة اللي والدتها درست فيها، وان تم قبولها. دي حصلت كمان على نفس المنحة اللي والدتها خدتها، لكن والدها بيظهر علينا مش متحمس، وبيقول لها انه مش فاضل كتير على الدراسه. فبتحاول كيتي انها تقنعه، وبتقول انها مفتقده حبيبها، وانها كمان نفسها تتعرف على والدتها. وبيفضل والدها متردد لحد ما زوجته بتقنعه، وبتقول له انها حاجه كويسه ان كيتي عايزه تتعرف على والدتها وثقافتها، وبتقول كيتي ان هي دي فرصتها عشان تتعرف على والدتها بطريقتها. فبيوافق والدها، بيقول لها ان والدتها تكون فخوره بيها. فبتتحمس كيتي وبتلم هدومها وبتسافر. ولما بتوصل المطار بتشوف واحد، واللي بيظهر ان شكله حلو وكل الموجودين معجبين بيه. ولما بيمشي بيخبط كيتي بشنطته، واللي بتتفاجئ لما بتلاقيه لابس زي المدرسه بتاعتها، لكنه بيتجاهلها لما بتحاول تساله، وبيقول لها انه مش بيفهم انجليزي وبيسيبها وبيمشي. وبتقرر كيتي انها تفاجئ داي، وما بتعرفوش انها تدرس في نفس المدرسه بتاعته. ولما بتوصل لكوريا بتلاقي الاتوبيس بتاعها قدامها، لكنها مش بتلحقه بيفوتها. فبتضطر كيتي انها تركب المترو، وبتتبهدل بسبب شنطتها والطريق، ومش بتلاقي حد يساعدها ويعرفها مكان مدرستها بسبب ان الكل مش بيرد عليها. وفي مكان تاني بتظهر يوري، واللي بيظهر عليها انها غنيه جدا لكنها متمرده، وبنشوفها وهي بتشتري حاجات كتير من المحل. ولما بتخرج منه بيلاحقها الصحفيين وبيفضلوا يصوروها. ولما بتعدي كيتي الطريق بتخبطها عربيه يوري بالصدفه، واللي بتعرض عليها انها تساعدها، فبتطلب كيتي منها انها توصلها. فبتوافق يوري، وبتتفاجئ لما بتعرف انها عايزه تروح المدرسه بتاعتها. وبتتحمس كيتي، وبتفضل تحكي لها قصتها، وبتعرفها انها عامله مفاجاه لحبيبها، وانها ناويه تحصل على اول قبله ليها في الحفله بتاعت المدرسه. وبتسال يوري ان كان ليها حبيب، وبتعرض عليها انها تساعدها. فبتقول لها انها كانت بتخرج مع شاب في الصيف، لكنها ما كانتش علاقه جديه. وبيظهر على كيتي انها انسجمت مع يوري وحبتها. وفي المدرسة بيظهر داي وهو في مكتب الدعم المالي، وبيظهر عليه انه مش عارف يدفع قسط المدرسة، وبيترجى المدرسة بتاعته انها تديله مهلة لحد ما يتصرف. فبتوافق المدرسة بتاعته انها تديله مهلة، وده لانه طالب متفوق جدا، لكنها بتعرفه انه لو ما قدرش يدفع المصاريف على اخر اليوم هيضطروا انهم يلغوا تسجيله. فبيشكرها داي وبيمشي. ولما بتوصل كيتي للمدرسة بتبعت له رسالة، وبتقوله فيها انها عامله له مفاجأة. وبتروح يوري عشان تقابل والدتها في مكتبها، واللي بنعرف انها هي مديرة المدرسة، واللي بتقول يوري ان تصرفاتها غريبة بقالها فترة، وبتطلب منها تشرح لها اللي بيحصل، وده لان اهل صاحبتها اتصلوا بيها واشتكوا منها. فبتكذب يوري عليها، وبتقول لها انها كانت على علاقه بشاب في الصيف، وان صاحبتها كانت بتساعدها وبتغطي عليها، وده لانها مرتبطه بواحد مش هترضى عنه وهي ولا والدها. فبتصدقها والدتها، لكنها بتطلب منها انها تقابل حبيبها. وبتروح كيتي عشان تملى ورق السكن بتاعها، وفي الوقت ده بتشوف المديره بالصدفه، وبتكتشف ان هي اللي كانت مع والدتها في الصوره. فبتتكلم كيتي معاها، وبتوريها صورتها هي والدتها، لكن بيظهر على المديره انها متضايقه وبتهرب من كيتي، واللي بتبدا تحس ان في حاجه غلط. وبتدخل كيتي للسكن في نفس الوقت اللي داي بيخرج منه. ولما بتوصل بيتصل عليها والدها عشان يطمنها، وبينصحها انها تفضل صاحيه لاطول وقت عشان تتجاوز تعب السفر. فبتوعده كيتي انها تفضل صاحيه، لكنها اول ما بتقفل معاه بتنام لحد ما بيجي الليل. وبعدها بتقوم مخضوضه بسبب انها اتاخرت على الحفله، وبتبدا تجهز وبتلبس فستان جميل جدا وبتروح الحفله. ولما بتوصل بتخبط في واحد، واللي بيظهر ان هو نفسه اللي كان في المطار، واللي بيعتذر لكيتي بالانجليزي فبتعرفه. فبيبتسم وبتقول انه اذا كان بيعرف يتكلم انجليزي. فبيعتذر صاحبه ليها، وبيقول لها انه بيحب يعمل كده دايما. وفي اثناء ما بيتكلموا بيدخل داي الحفله، وبيتفاجئ صحابه لما بيشوفوه لابس بدله غاليه جدا. وبتتبسط كيتي اول ما بتشوفه، وبتعجب بشكله وبتجري عليه وبتحضنه. وبيفرح داي اول ما بيشوفها، ومش بيبقى مصدق نفسه، لكنه بيتصدم لما بيعرف انها نقلت للمدرسه، وبيقول لها انه محتاج يكلمها في موضوع. لكن قبل ما يكمل كلامه بتدخل يوري عليهم، وبتعرف كيتي انها حبيبه داي، فبتتصدم وبتسيب المكان وبتمشي. فبيحاول داي يجري وراها، لكن يوري بتمنعه. ولما بتخرج كيتي بتنهار، ومش بتبقى قادره تاخد نفسها، وبتسمع خطوات حد وراها، وبتفكر انه داي، لكنه بيكون اليكس، واللي بيظهر انه المدرس الجديد. وبيفضل يتكلم مع كيتي، واللي بتبقى مصدومه بسبب ان داي ما جريش وراها. وفي الوقت ده بتطلب يوري منه انه يركز وينسى كيتي بسبب ان اصحابها لاحظوا، وبتقول له انها مش عايزه اي غلط. وبيبقى داي حزين بسبب كيتي، لكنه بيبقى مش عارف يتصرف. وبتسيب كيتي اليكس، وبتقول انها ترجع الحفله ومش هتمشي غير لما تعرف كل حاجه. ولما بيخرج داي مع يوري بيتفاجئ لما بيعرف انها دفعت مصاريف المدرسه بتاعته كلها، وبتقول له انه دلوقتي مديون لها. ولما بترجع
كيتي للحفلة بتسأل من هو وكيو عن داي، لكنها ما بتكونش عارفة انهم صحابه لحد ما بتعرفهم على نفسها. وبتتفاجئ كيتي لما بتعرف انهم صحاب داي، واللي بيسأل يوري عن السبب اللي خلاها تقول عليه انه حبيبها، وده لان والدتها هتتضايق لما تعرف انها مصاحبة ابن السواق بتاعها. فبتقول يوري ان والدتها هتعرف انها بتعمل كده عشان تجلب الانتباه، وهتطلب منه انها تسيبه على طول. فبيقولها داي انه مش عايز يأذي كيتي، فبتوقفه يوري وبتقوله انه ملكها الليلة. وبعدها بتروح عشان تعرف والدتها بعلاقتها بداي، واللي بتضطر انها تتملك نفسها وبتتجاهل بنتها وبتمشي. في الوقت ده بتدخل كيتي عليهم وبتتهم داي انه خاين، وبتقول يوري انه بيخونهم هما الاثنين. فبتقول لها انه بيخونها هي، وده لانها كانت عارفه بعلاقتهم. وبتحزن كيتي لما بتشوفهم هما الاثنين بيتصوروا، وبتحس ان الضحك عليها، فبتسيب المكان وبتمشي. لكنها بتخبط في الحلويات وبتوقع على الارض، وبتتعصب على اللي بيبصوا عليها، وقبل ما تمشي بتقع على ظهرها. فبتتحرج وبتهرب من المكان بسرعه، وبتقرر انها تحجز طياره وترجع لبلدها. ولما بترجع السكن بتسمع صوت داي واصحابه بره، فبتستغرب وبتتنصت عليهم وما بيكلموا عليها. وبيقول من هول داي ان مفيش حد هيلومه على تحويل صديقه بالمراسله الحبيبه. فبتصوت كيتي بالغلط لما بتسمعهم، لكنهم بيحسوا انه في حد في الاوضه، وبيفكروا انه صاحبهم اللي سافر بلده، وبيدخلوا الاوضه عشان يعرفوا مين ده. وبيتصدموا لما بيشدوا البطانيه من على كيتي وبيعرفوا انها هي، فبتصوت في وشهم لحد ما بيخرجوا من الاوضه. وبعدها بتوريهم الورق بتاع السكن وبتقول لهم ان دي اوضتها. فبيقولها داي انها سجلت الاوضه باسم عيلتها وعشان كده حطوها في سكن الشباب، وبيطلب منها انه يتكلم معاها على جنب. فبترفض كيتي وبتطلب منه السلسله اللي اديتها له يوم وفاه والدته. فبيتردد داي وبيقول لها انه هيبقى يدور لها عليها. فبتتاثر كيتي وبتقول انها كانت سلسله والدتها، فبيوعدها انه هيرجع لها. فبتقول انه وعوده ملهاش قيمه، وبتدخل اوضتها وبترمي له مخده وبتقفل عليها. وبعدها بيقول من هول داي انه قدر يقنع بنت اغنى واحد في البلد انها ترتبط بيه، وبينصحه ما يبوظش الموضوع. لكن كيو بينصحه انه ما يضيعش البنت اللي بيحبها. وبيظهر ان داي لابس السلسله بتاعت كيتي وانها ما ضاعتش منه ولا حاجه، وبيبعت لها رساله وبيعرفها انها معاه، وبيطلب منها انهم يتكلموا، لكن الرساله ما اتبعتتش. وفي الوقت ده بتشوف يوري فيديو لوالدها وهو بيضرب واحد من عماله. وتاني يوم بتجهز كيتي وبتلم هدومها وبتمشي، وبتتفاجئ لما بتلاقي داي نايم قدام اوضتها، لكنها بتتسحب وبتخرج. وساعتها بتشوف الشجره اللي والدتها كانت متصوره جنبها، فبتاخد صوره. وبعدها بتحس ان دي رساله عشان تفضل موجوده وما بتمشيش، وبيحاول داي انه يخبط عليها عشان تفتح له، لكنها ما بتردش عليه. في الوقت ده بيدخل منه وبيفتح الباب وبيكتشف انها مشيت. وبنشوف والد يوري هو متضايق بسبب ان مقطع الفيديو بتاعه انتشر على القنوات، وان في شركات كتيره عايزه توقف استثمار معاه بسبب اللي حصل. وبيتعصب على يوري بسبب انها نشرت فيديو كوميدي على حادثه والدها. فبتفكر زوجته وبتلاقي حل لما بتشوف صوره يوري وداي، وبتقول انهم هينشروا الخبر ان بنتهم مرتبطه بابن السواق بتاعهم، وانهم مبسوطين بالعلاقه وبيشجعوها. فبيوافق زوجها على الخطه، وبيطلب من يوري انها تغير هدومها عشان المؤتمر. وفي الوقت ده بيروح داي لكيتي وبيحاول انه يشرح لها موقفه، لكن يوري بتفضل تتصل عليه لحد ما كيتي بتسيبه وبتمشي. فبيوقفها داي وبيقرب منها عشان يبوسها، لكن والده بيقطعه وبيقول له ان المدير بتاعه محتاجه ضروري وبياخده معاه. وبتستغرب كيتي لما بتكتشف ان سواق يوري يبقى والده. ولما يوري بيتقابله بيقول لها داي ان صفقتهم انتهت وانه ما عادش بينهم حاجه. فبتقول له ان الوضع اتغير، وبتدخله العربيه. فبيشوف كيتي وهي واقفه ومش بيقدر انه ينزل لها. وبترجع كيتي للسكن وبتعرف من هو وكيو انها هتفضل موجوده، وده لان الموضوع ما عادش له علاقه بولد. وبتعرفهم ان والدتها درست في نفس المدرسه، وان وجودها هيخليها قريبه منها. وفي اثناء ما بتتكلم بتتصدم لما بتشوف داي في التلفزيون، وبتشوفه وهو واقف مع يوري وبيتكلم والدها عن علاقتهم، وبيحاول انه يظهر بشكل كويس بعد اللي عمله في الفيديو. وبتلاحظ كيتي ان داي مش مبسوط، وبتتاكد لما بتشوفه وهو بيبعد ايده عن يوري وهي بتحاول تمسكها، وبتتبسط لما بتتاكد ان علاقتهم مزيفه. وتاني يوم بيحتار داي انه يمضي على عقد الوالد يوري الدهوله، واللي بيكون مكتوب فيه انه هيدفع فلوس كتير لو فضحهم وكشف سرهم. في الوقت ده بتدخل اخته الصغيره عليه وبتساله عن علاقته بيوري، وبتبقى مبسوطه بسبب ان اخوها بقى مشهور. وبيساله والده ان كان في حاجه المفروض يعرفها، فبيطمنه داي وبيقول انه كل حاجه هتبقى كويسه. وبعدها بيلاحظ ان كوتش اخته الصغيره مقطوع، فبتصعب عليه بسبب ان اصحابها بيتنمروا عليها. ولما بيرجع داي للسكن بتطلب كيتي منه انها تتكلم معاه، ولما بيدخلوا الاوضه بيبدا يقلع هدومه عشان يلبس هدوم المدرسه. فبتتكسف كيتي وبتبعد وشها، وبعدها بتساله عن السبب اللي خلاه يجري وراها بالبيجامه، ومش بس كده وانه كمان كذب عليها وفهمها انه غني. وبتبقى زعلانه وهي بتساله ان كان ما يعرفهاش كفايه عشان يدرك انها ما بتهتمش بالحاجات دي. فبيقولها داي انه كان محرج، وده لان في بنت جميله معجبه بيه. وقبل ما يتكلم عن يوري بيدخل صحابه عليه وبيطلبوا منه انه يخرج معاهم بسرعه عشان يلحقوا المدرسه. فبيوعدها داي انه هيشرح لها كل حاجه بعدين. وفي الوقت ده بتكون يوري في بيتها وبتحاول تبعت رسالة لصاحبتها، لكنها مش بترد عليها. وبتدخل عليها والدتها وبتطلب منها انها تخلي داي يمضي على العقد بسرعه. ولما بتوصل يوري للمدرسه بتاخد منه العقد، لكن داي بيكون قلقان بسبب ان في مصورين حواليهم بيصوروهم. فبتمسك يوري ايده وبتطلب منه انه يضحك. فبيقولها داي ان كيتي اكتشفت حقيقته وانه لازم يحكي لها كل حاجه. فبتمنعه يوري وبتقول انه مضى على العقد. وبعدها بتحكي له عن صاحبتها اللي اختفت وما عادتش عارفه توصل لها. وبتتاثر يوري وهي بتتكلم وبتعيط. فبيلاحظ داي ان اللي حواليهم بيصوروهم، فبيشيلها عشان يوصلها للفصل بتاعها. وفي الوقت ده بتشوفهم كيتي وبتتضايق، واللي بتتضايق اكتر لما
اصحابها في المدرسه بيتنمروا عليها بسبب اللي عملته في الحفله، لكنها بتحاول تتماسك وبتحط السماعات في ودانهم وبتتمنى ان اليوم يبقى رائع. وبيشكر يوري داي على اللي عمله معاها وبتوافق انه يحكي لكيتي، لكن على شرط انها تحافظ على السر. فبيقولها داي انه عمرها ما طلعت اسراره قبل كده، وبعدها بتطلب يوري منه ورقه البحث اللي هو عملها لها وبتقول له ان ده جزء من الاتفاق اللي بينهم. وفي الوقت ده بتبقى كيتي تايهه ومش عارفه مكان الفصل بتاعها، ولما بيلاحظ اليكس انها تايهه بيعرفها على مكان فصلها، فبتشكره كيتي وبتمشي. وبتتضايق لما بتحضر مع داي ويوري وبتشوفهم وهم مقربين من بعض. وقبل ما تخرج من الفصل بيوقفها الاستاذ لي وبيقول لها انه قرر ينقلها لمكتب التدريس بعد ما شاف درجاتها في الامتحان. فبتتبسط كيتي وبتقول انها كانت بتدرس للاطفال في الحضانه، لكن بيظهر انها بتكون فاهمه غلط. وبيقول لها لي ان هي اللي هيدرس لها، وده لان مستواها اقل من مستوى اصحابها في الفصل. وبيطلب منها انها تروح للمكتبه بعد المدرسه عشان يعينوا لها مدرس خاص. فبتتصدم كيتي وبتحاول تشرح له لكنه ما بيسمعش منها. وفي الاستراحه بتحاول انها تقعد جنب حد لكن الكل بيتريق عليها. فبتتبسط كيتي لما بتشوف كيو وبتروح تقعد جنبه. فبيقول لها انه مش هينفع يتكلم معاها، وده لانه في صف داي. فبتقول له كيتي انه كان فريق داي يعرف انه على علاقه بيها من سنين، وان علاقته بيوري غريبه ومزيفه كمان. فبيقول لها كيو ان علاقته بيها غريبه فعلا لكنها مش مزيفه. وفي الوقت ده بيدخل داي عليهم وبتتاثر كيتي لما بتشوفه. وبعدها بتقول لكيو انه اكيد لاحظ الانجذاب اللي كان ما بينهم الصبح. فبيقول لها ان داي ممكن يكون محطم او مشوش. فبتقول له كيتي انه مش مشوش بل هو بائس، وبتطلب منه يثق فيها. وبتنجح كيتي في انها تقنع كيو بانه يكون صاحبها ويبقى في فريقها هي. وبتروح يوري لمكتب والدتها بعد ما طلبتها، وبتهزقها بسبب ان المدرس بتاعها شاكك في ان داي هو اللي بيكتب واجباتها. فبتقول لها يوري انه مدرسها وان من الطبيعي انه يساعدها. فبتطلب والدتها منها البطاقه الائتمانيه بتاعتها، وبتقول لها انهم دلعوها بما فيه الكفايه. فبتديها لها يوري وبتسالها عن اللي المفروض تعمله عشان ترجع لها تاني. فبتقول لها والدتها انها ترجعها لها لما تصرفاتها تتحسن. ولما بيمضي ضايع على العقد بيتحول له فلوس كتير على حسابه. فبيتصل على اخته وبيسالها عن ماركه الجزمه اللي اصحابها في المدرسه بيلبسوها، وبيفرحها وبيقول لها انه هيشتريها لها. وبتدخل كيتي للفصل بتاعها متاخر، وبتتضايق لما بتلاقي ان مين هو شريكها في المعمل واللي بيطلب منها انها ترجع لبلدها، وده لان شكلها بقى مثير للشفقه بعد ما داي سابها وارتبط بيوري. فبتقول له كيتي ان مش من حق ولد لعوب ووشه مليان حبوب انه يتكلم معاها عن علاقتها. فبيقول لها مين هو ان مفيش حبوب ظهرت في وشه من 4 سنين. وبينادي على اليكس وبيطلب منه انه يبدل كيتي بشريك تاني، فبيرفض اليكس. وبتضايق كيتي لما مين هو بيتنمر عليها، وبتقرر انها تنتقم منه وتفضحه في الفصل. وبتعرف كل الموجودين ان مين هو طفل الحفاضه، وكل اللي في الفصل بيضحكوا عليه. وبتقوم كيتي من جنبه وبتقعد جنب كيو، وبعدها بتروح المكتبه عشان برنامج التدريس. وبتحس كيتي ان والدتها كانت موجوده في المكان ده، وبتتبسط لما بتشوف صورتها فعلا. وبتتفاجئ كيتي لما بتعرف ان داي هو المدرس بتاعها. وفي الوقت ده بتشوف يوري الفيديو بتاع مين هو وهو طفل كان بيعمل اعلان للحفاضات، لكنها بتتصدم لما بتعرف ان كيتي هي اللي نشرت الفيديو بسبب انها عرفت الموضوع من داي. وفي الوقت ده بيبقوا قاعدين في المكتبه، وبتقول له كيتي انها عايزه تقول له حاجات كتير، لكن قبل ما تتكلم بتدخل يوري عليهم وبتعرف داي بموضوع الفيديو، وبتمنعه من انه يحكي اي حاجه لكيتي، وده لانها طلعت اسراره. وبتفكره بالاتفاق اللي بينهم وبتمشي. وبيتعصب داي على كيتي وبيقولها انه مش مصدق انها عملت كده. فبتقول له ان مين هو كان بيتصرف معاها وحش، وانه لو كان سر كبير ما كانش هيقوله. وبيقولها انه ما كانش ينفع يقولها فعلا، وبيعرفها ان اللي ما بينهم مش هينفع يكمل، وانه بيعتبرها صديقه وبس. وبيعتذر لها وبيقولها انه مع يوري دلوقتي وان علاقته بيها حقيقيه، وبيديها السلسله بتاعتها وبيمشي. وبتتاثر كيتي لما بتعرف انها كانت معاه طول الوقت. ولما بترجع للسكن بتحاول انها تتماسك وبتطلب من كيو يصورها. وفي اثناء ما بيتكلموا بيقع البوم والدتها على الارض، وبتلاحظ كيتي صوره طفل. فبيقول لها كيو انه ما كانش يعرف انها اتولدت في كوريا. فبتنفي كيتي وبتقول انها ما اتولدتش هنا. وبتتصدم لما بتلاقي اسم والدها على الاسوره، وبتكتشف ان والدتها خلفت طفل في كوريا. وتاني يوم بتروح كيتي للمدرسه وبتطلب من لين ينقلها لسكن تاني، واللي بيعتذر لها عن الغلط اللي حصل، وبيقول لها ان الغلطات اللي زي دي ما بتحصلش عاده في المدرسه، وانه متاكد انها هتتصاحب بسرعه على زميلتها في السكن. لكن كيتي بتتصدم لما بتوصل لاوضتها وبتلاقيها متبهدله ومليانه زباله، وان زميلتها طول الوقت بتلعب وبتشغل الكمبيوتر بصوت عالي لدرجه ان كيتي مش بتعرف تنام وبتنام في الفصل. ولما بتتعب تطلب من اليكس انه ينقلها لسكن تاني، وده لان هو المسؤول عنها. فبيعتذر لها وبيقول لها ان مفيش اوض فاضيه. فبتعيط وبتقول انها مش عارفه تنام ولا تذاكر وهتسقط في كل الفصول. فبيطلب اليكس منها انها تذاكر في المكتبه، وانه متاكد انها هتعرف تتاقلم. ولما بيجي الليل بتقابل كيو وبتتفرج معاه على فيلم، لكنه ما بيكونش عاجبها، وبيبقى باين عليها الاحباط، وده لانها مش عارفه تتكلم مع داي وتحكي له زي زمان بسبب ان يوري موجوده طول الوقت وانها مفتقده اعز صاحب ليها. فبيقول لها كيو انه يعرف مكان بيروحه داي من غير يوري، وبيعرض عليها انها تنضم لنادي المشي بتاعه واللي هيبدا بكره، وساعتها هتعرف تتكلم معاه. وتاني يوم بيجهز داي عشان النادي، ولما بيمشي بيتصل من هو على والدته، لكنها بتكون مشغوله وما عندهاش وقت تتكلم معاه، فبيحبط وبيقفل التليفون. ولما بيخرج كيو من اوضه بيعرفه انه هيقابله بعد المشي، فبيقول له من هو انه هيحضر النادي معاه، وده لانه عايز يتكلم مع داي واللي ما عادش بيقابله كتير. فبيتهرب كيو منه وبيساله من هو عن اللي مخبيه، فبيعترف وبيقول له ان كيتي هتحضر
بيحضر معاهم وبيسيبه وبيمشي. فبيقرر من هون يتصل على يوري ويعرفها. ولما بيحضر داي للنادي بيتفاجئ لما بيشوف كيتي واللي بتقوله انها حضرت بسبب انها عايز تتكلم معاه، وبتبدا تحكي له عن والدتها اللي اكتشفت ان ليها طفل في كوريا. لكن قبل ما كيتي تكمل كلامها بتقطعه يوري وبتأنب داي بسبب انه خرج مع كيتي من غير ما يقول لها، فبيقول لها انهم كانوا بيتكلموا كاصحاب. في الوقت ده بيوصل من هون وبيتفاجئ داي لما بيشوفه، وبعدها بيبداوا يمشوا. وبتتراقب يوري لما بتشوف حشرات، فبتجري كيتي ورا داي وبتحاول انها تحكي له قبل ما يوري يقطعهم، لكنها بتخبط في حاجه على الارض فبيلحقها داي قبل ما تقع وبيمسكها وبيسالها كيون كانت كويسه. فبتتدخل يوري في الكلام وبتتريق عليها، فبتتحداها كيتي وبتقول لها انها تعرف تسبقها وهي مغمضه عينيها، وبتقبل يوري التحدي وبيبداوا يجروا. وبتنجح كيتي وبتسبقها فعلا، وبتبقى مبسوطه لما بتشوف المدينه كلها قدامها. وبتتكلم مع يوري وبتقول لها انها بتسال ان كانت والدتها وقفت في المكان ده، وانها كانت بتحب المشي وبتاخد اخواتها معاها عشان يتمشوا. فبتقول لها يوري ان والدتها كانت دايما تاخدها للسوق وتنساها هناك، وكانت بتبعت المربيه عشان تاخدها. فبتعرفها كيتي ان امهاتهم كانوا يعرفوا بعض، فبتتفاجئ يوري. ولما بيوصل داي بتطلب من كيتي انها تصورهم، واللي بتلاحظ ان المستشفى اللي والدتها فيها قدامها. فبتجري كيتي لحد ما بتوصل للمستشفى، ولما بتدخل بتسال عن بيانات والدتها، لكن الموظفه بترفض وبتقول لها ان السجلات القديمه سريه جدا. وفي الوقت ده بتشوف كيتي ورد قدامها، فبتاخد بوكي وبتدور على اوضه السجلات لحد ما بتلاقيها، وبتلاحظ ان الموظفه المسؤوله عنها معجبه بعامل في المستشفى. فبتخطط كيتي وبتديها البوكي وبتعرفها انه من العامل، وبتنجح في انها تدخل الاوضه وبتحاول انها تبحث عن والدتها، وبتلاقي المعلومات على الرغم من ان الكلام بالكوري، وبتلاقي ان الطفل اللي والدتها خلفته في عيله من استراليا اتبنته. فبتصور كيتي المعلومات، وفي الوقت ده بيدخل الدكتور عليها وبيتصدم لما بيشوفها وبيطلب الامن. فبتترعب كيتي وبتتصل على اليكس عشان يخرجها، واللي بتتريق على لغته الكوريه. فبيقولها اليكس ان لغتها اسوأ على الرغم من ان والدتها كانت كوريه، اما هو فوالده ووالدته كانوا بيض وبيعرفها انه متبني. فبتساله كيتي ان كان قابل حد من اهله الحقيقيين وان كان عنده فضول يقابلهم، وبتساله ان كان يعرف انه متبني. فبيقولها اليكس انه اكيد كان يعرف، وده لان شكله مختلف عن اهله. اثناء ما بيتكلموا بتلاحظ كيتي ان ودانهم شبه بعض، فبتربط الاحداث وبتساله عن عيد ميلاده، لكن اليكس مش بيرد عليها وبيقولها ان الجو هيمطر وانهم لازم يمشوا. وفي الوقت ده بيكون داي قاعد مع منهو وبيعتذر له بسبب انه قال لكيتي على حكايه الاعلان. وفي الوقت ده بتدخل كيتي عليهم وبتسال عن كيو، وبيتضايق داي بسبب انهم بعدوا عن بعض وما عادتش بتحكي له حاجه. فبيسال منهو ان كان لسه عنده مشاعر تجاهها، فبيهز داي راسه. فبيعرفوا منهو انه شاف حاجه على النت بالصدفه وانه عايز يفرجوا عليها. وبتحكي كيتي لكيو اللي حصل في المستشفى، وبتقوله انها شاكه ان اليكس يبقى اخوها. فبيقول لها كيو ان ده ممكن يبقى صدفه وانها محتاجه تعرف ادله اكتر. فبتقول له كيتي انها حاسه ان والدتها سابت الاسوره دي عشان سبب، وانها كانت عايزاها تعرف بموضوع الطفل. وفي اثناء ما بيتكلموا بيخبط داي عليهم وبيقول انه محتاج يوريها حاجه. وبتتصدم كيتي لما بتشوف فيديو ليها وهي نايمه على مواقع غريبه، وده لان زميلتها اللي في السكن كانت بتصورها. وبيطلب داي منها انها تنقل لسكن تاني، فبتقول له انها نفسها لكن مفيش اي سكن فاضي. فبيقترح كيو انها تقعد معاهم او انها تنام في اوضته، وداي ينام مع مين هو في اوضته. وتاني يوم بيرتبك داي لما بيصحى وبيلاقي كيتي قدامه، لكنه بيلاحظ انها لابسه الشراب اللي بيحسسها بالراحه، فبيسالها ان كانت متوتره. وبتتاثر كيتي لما بتعرف انه لسه فاكر، وبتقول انه شعور غريب هو عارف ده عنها وهم اصحاب. وفي اثناء ما بيتكلموا بتفضل يوري ترن عليه، فبتتضايق كيتي وبتقول له انه مش مناسب ليها انهم صحاب، وبتطلب منه يرد عليها وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بتخرج مع كيو وبتفضل تكلمه عن اليكس وبتقول له انها حاسه ان اخوها. فبيطلب كيو منها انها تركز على علاقتها بداي، لكن كيتي بتبقى عايزه تتكلم عن اليكس، فبينصحها كيو وبيطلب منها انها تتكلم معاه بالراحه، وبيقول لها ان هيبقى عندهم اجازه في اخر الاسبوع بسبب العيد الوطني لكوريا، وهيبقى عندها فرصه انها تواجهه وتكلمه. وبعدها بيجروا عشان يلحقوا الحصه بتاعتهم، وبتدخل المديره عليهم وبتكلمهم عن العيد، وبتقول لهم ان ده الوقت اللي بيشكروا اسلافهم فيه على توفير الازدهار ليهم، وبتقول لهم ان ده عيد مميز لان العائله هي اغلى شيء في العالم. وبيظهر على يوري انها مش بتبقى مصدقه والدتها وهي بتتكلم عن العيله. وبتتصدم كيتي لما بتعرف انها سقطت في الامتحان، وبيقول لها ليه انهم مش في امريكا وانها لازم تجتهد اكتر عشان تعرف تنجح في كوريا. ولما بتخرج من الفصل وبتقابل اليكس واللي بيسالها عن حالها، بتقول له كيتي ان حالتها سيئه، وبتوريه ورقه الامتحان وبتقول له ان عمرها ما سقطت قبل كده. فبيقولها اليكس انه سقط في حاجات كتير في حياته، وبيحاول انه يهزر معاها عشان تفوق. فبتشكره كيتي وبتساله عن اللي هيعمله في العيد، فبيقولها ان عيلته مش موجوده في كوريا فبالتالي مش هيعمل حاجه. فبتيجي لكيتي فكره وبتعرض عليه انهم يقضوا العيد سوا، وبتقول له انها تعمل عشاء لكل الاجانب. فبيقولها اليكس انها ممكن تكون سقطت في الامتحان لكنها نجحت في انها تكون شخص رائع، وده لانها بتفكر في غيرها وهتطبخ لهم مخصوص. فبتتصدم كيتي لما بتعرف انها تضطر تطبخ، وبعدها بتروح السوبر ماركت. وفي الوقت ده بتقابل مين هو واللي بيكون موجود عشان يشتري حاجات للبنت المرتبط بيها، ومش بيعجبه الاكل اللي كيتي شارياه، وبيقول لها انه مش هيسمح لها كمواطن كوري انها تدنس الاكل بتاعهم، وبيقرر ان هو يشتري لها الاكل، فبتوافق كيتي. وفي الوقت ده بنشوف يوري وهي قاعده مع اهلها على الفطار، لكنهم بيتخانقوا مع بعض بسبب ان والدتها بتتعصب على والدها، وده لانه بيشتغل في يوم اجازتهم ومش عايز يقضي اليوم معاهم. وبتحاول يوري انها تفتح كلام مع والدتها، فبتقول لها
ان كيتي قالت لها ان هي والدتها كانوا صحاب، فبتقولها والدتها انهم كانوا مع بعض في السكن لكنهم ما كانوش مقربين، فبتحاول يوري انها تستفسر اكتر، لكن والدتها بتتعصب عليها فبتتضايق وبتسيبها وبتدخل الاوضه. ولما بتصحى كيتي من النوم بتلاقي منهو بيطبخ، فبتقوله انه اخر واحد كانت تتوقع انه يكون بيعرف يطبخ او يعمل حاجه مفيده، وان في لحظات بتحس انه انسان كويس. فبيقول لها منهو انها مش هتقدر تاثر عليه وتخليه في صفها. فبتساله كيتي ان كان اتكلم مع داي، وده لانه بيبقى حزين يوم العيد بسبب والدته المتوفيه، فبيقول لها انه ما كلموش، وبيسالها ان كانت بتفكر في والدتها هي كمان. فبتقوله كيتي انها بتفكر فيها كتير بس مش بطريقه سيئه، وبتتبسط من الكلام معاه وبتشكره. وبتفكر كيتي انها تبعت هديه لداي لكنها ما بتكونش عارفه تهديه بايه. وبنشوف داي هو بيطبخ مع والده وبيفرح اخته، وبيقول لها انه جاب لها الكمثرى اللي والدتهم كانت بتحبها، وبيزعق لوالده بسبب انه اشتراها من سوبر ماركت بمبلغ كبير في حين انه ممكن كان يشتريها من السوق بسعر قليل. فبيقول لها داي انه كان عايز يعمل حاجه لطيفه. وفي اثناء ما بيتكلموا بتخبط يوري عليهم، وبيتفاجئ داي لما بيفتح لها، وبتقول له انها كانت عايزه تهرب من البيت وما لقتش حد غيره بعد ما صاحبتها سافرت، وبتبقى جايبه معاها هديه لوالدته. وبتتفاجئ لما بتعرف انها ميته، وبتقول له داي انها ما كانتش تعرف. وبتقف كيتي جنب منه في المطبخ عشان تطبخ معاه، وبيفضلوا يتكلموا عن العلاقات، وبيقول لها منه ان ما فيش مانع ان الواحد يبقى عنده كذا علاقه. فبتقول له كيتي انه بيقول كده بسبب انه لسه ما لقاش الشخص المثالي بالنسبه له. فبيقول لها ان والده ووالدته كانوا مفكرين انهم مثاليين لبعض، وان كل المجالات كانت بتتكلم عن علاقتهم، لكنهم حاليا مطلقين. فبتعتذر له كيتي، وبعدها بتدوقه من البطاطس اللي عملتها واللي بتعجبه جدا وبيفضل ياكل منها. ولما بيجي الليل بتتصدم كيتي لما بيحضر ليه للعشاء بتاعها، وبتقول له كيو انه بيكرهها وانها هي كمان بتكرهه. فبيهديها كيو وبيقول لها انها مش لازم تقعد جنبه. وبتتبسط لما بتشوف اليكس وبيقول لها ليه انه ما كانش هيحضر لولا انه طلابه محتاجين اشراف. وبتطلب كيتي من منه انه يقعد جنب ليه عشان تعرف هي تقعد جنب اليكس، فبيرفض منه لكنه بيضطر يوافق بسبب انه عايزه يهرب من واحده. وبيطلب كيو من كيتي انها تلقي خطاب عليهم قبل ما ياكلوا، واللي بتشكرهم على حضورهم وبتقول لهم ان ده اول عيد ليهم في كوريا، وانها ممتنه عشان عندهم مكان يكونوا فيه مع بعض. وبتشرب نخب والدتها واللي بتكون ممتنه ليها. وفي الوقت ده بتكون يوري مع داي وعيلته، وبيظهر عليها انها مبسوطه وهي بتقضي وقتها معاهم. وبيتاثر داي لما بيشوفها وهي بتعامل اخته ووالده كويس. وبتحاول كيتي انها تتكلم مع اليكس وبتحكي له عن والدته، وقبل ما تساله عن نفسه بيقوم منه من جنب ليه عشان يلحق ميعاده مع حبيبته. فبيقوم اليكس من جنبها وبيقعد جنب ليه، لكن كيتي بتقرر انها ما تستسلمش. ولما بتخرج يوري بتقول لداي انها مش كيتي لكنها قدرت تحصل على حب اهله. فبيضحك داي لكنه بيحزن بسبب ان كيتي ما اتكلمتش معاه طول اليوم. وبتقول يوري ان ده احسن عيد هي قضته في حياتها. فبيتبسط داي وبيشكرها، وبعدها بيودعها. فبتبوس يوري وبتمشي. في الوقت ده بتقابل عامل التوصيل، وبتشوف الهديه اللي كيتي جابتها له، وبتقرر انها تاخدها وما تعرفش داي بيها. وبيجهز من هو عشان يقابل حبيبته، لكنه فجاه بطنه بتوجعه وبيجيله اسهال ومش بيبقى عارف يتحرك. وبيعرض اليكس على لي البطاطس اللي كيتي عملتها، فبيرفض ياكلها لما بيعرف انها حاطه جبنه عليها، وبيقول لها ان الاسيويين عندهم حساسيه من اللاكتوز. فبيدافع اليكس عن كيتي وبيقول انه هو صغير كان بياكلها كتير وان جسمه اتعود عليها. وبعدها بيحاول اليكس انه يفتح كلام مع لي وبيساله عن دراسته، فبيقول له انه درس اول سنه في الجامعه في امريكا. وبيتضايق لي اول ما بيسمع الطلاب بتوعه وهما بيضحكوا بصوت عالي، وبيطلب منهم انهم يوطوا صوتهم. وبيقول لاليكس انه بسبب كده ما خلفش ابدا، واللي بيتضايق من كلامه وبيسيبه وبيمشي. وبيبعت منه رساله لكيتي وبيطلب منها انها تلحقه، ولما بتروح له بتعتذر له بسبب الجبنه واللبن اللي كانوا في البطاطس، لكنها بعدها بتتريق عليه وبتفضل تضحك. وفي الوقت ده بتوصل حبيبته، فبيطلب منه منها انها تبعدها، وده لانها مش هينفع تشوفه في المنظر ده. فبتوافق كيتي وبتنجح فعلا في انها تبعدها، وفي نفس الوقت تخليها مهتمه بمنه اكتر، وبتقولها ان اكتر واحد مثير في المدرسه كلها يبقى هو. وبعد ما تمشي بيقول لها منه انها عبقريه وبيتبسط بيها. ولما بترجع يوري للبيت بتلاقي والدتها قاعده لوحدها وبتبقى حزينه، وبتطلب منها انها تدخل اوضتها. وبعدها بتخرج البوم الصور بتاعها وهي صغيره، وبتقطع الصور اللي كانت فيها مع والده كيتي وبتحرقها. في نفس الوقت اللي بتحاول كيتي تتكلم فيه مع اليكس وتقوله الحقيقه، لكنها بتتصدم لما بتعرف منه ان ليه يبقى والده. وتاني يوم بيصحى منه من النوم مخضوض بسبب انه كان بيحلم انه على علاقه بكيتي، واللي في الوقت ده بتكون مع اليكس وبتحاول تقنعه انهم يتكلموا مع ليه عشان يعرفوا الحقيقه. فبيرفض وبيقول لها انه مش مستعد يتكلم معاه دلوقتي، وده لانه بيحب اهله اللي في استراليا. وبيطلب من كيتي انها تركز على دراستها، وده لان امتحاناتها قربت، وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بتقابل كيتي كيو وبتحكي له عن اللي حصل، وبتفضل تتكلم عن داي والسلسله اللي اديتها له وانه حتى ما شكرهاش. فبيطلب كيو منها انها تنسى كل ده شويه وتحاول تستمتع بحياتها، وبيقنعها انها تحضر حفله منه. فبتوافق كيتي وبتقول انها ما كانتش متصوره انها تقعد في البيت وهتعيط على شاب. ولما بيجي الليل بتجهز يوري وبتكذب على والدتها وبتفهمها انها تروح السينما مع داي، وبتطلب منها انها ما تقلقش. فبتقول لها والدتها انها مش قلقانه طول ما هي مع داي، وده لانها ملاحظه ان درجاتها بقت احسن وانها ما بتعملش مشاكل. وهي بتقول لها انها شايفاها مبسوطه وان دي اهم حاجه بالنسبه لها. وبتحزن يوري وبتحكي لداي كلامها مع والدتها وبتقول انها مش سعيده خالص. فبيقول لها داي ان والدتها ما تعرفهاش، وبيطمنها لما بتقول انها حزينه بسبب انها اول مره تحضر حفله من غير صاحبتها. وبيقول لها انه هيشجعها
وبيطلب منها انها تشجعه هي كمان بسبب انه اول مره يحضر حفله زي دي. ولما بيوصل داي للحفله بيقعد مع منهو، واللي بيتفاجئ اول ما بيشوف واحده حلوه داخله الحفله وبيمشي وراها، وبيتصدم لما بيلاقيها كيتي وبيعجب داي بيها جدا وبيبقى عايز يكلمها. وبتحاول كيتي انها تبعد عنه على قد ما تقدر، وبتقول له كيو انها هتشرب وهتتعرف على شاب جديد، فبيقول لها ان المشروبات دي مش كحوليه بسبب انه ممنوع في كوريا لتحت السن القانوني، لكن صاحبه بيبقى معاه كحول وبيحط لهم في العصير بتاعهم. وبيروح داي عشان يتكلم مع كيتي لكنها بتسيبه وبتمشي، وبعدها بتحاول تدور على حد ترقص معاه ومش بتلاقي، فبتتضايق لما بتشوف داي وهو واقف مع يوري وبتسيبه وبتروح تقف مع واحد تاني، وبتحاول انها تفتح معاه كلام لكنها بتتضايق منه بسبب انه بيفضل يتريق على شكل يوري ومناخيرها، وبيقول لها انها اجمل منها بكتير. فبتهزقه كيتي وبتقوله انها مش هتسمح له يتريق على يوري حتى لو هما مش صحاب، وانها قربت من وشها وشايفاها جميله جدا ومناخيرها مثاليه، وبتشتمه وبتمشي. وفي الوقت ده بتكون يوري واقفه وسامعه كل الكلام، وبتتبسط لما كيتي بتدافع عنها، وبتحبط كيتي وبتروح تقف بعيد، وبتضايق اكتر لما بتنجح في انها تخلي اتنين يعجبوا ببعض وانها مش قادره تعمل كده مع نفسها. وبترقص يوري وبتطلب من داي انه يرقص معاها، وبتبدا تعلمه لما بيقول لها انه ما بيعرفش، وبيقعد يرقص وبيبقى مبسوط وبيضحك. فبتساله يوري عن سبب ضحكه، فبيقول لها انه معجب بيها وبيشرح لها قصده، وبيقول لها انه معجب بها كصديق، وده لانها خدته الحفله وساعدته انه ينسى حاجات مضايقاه. وساعتها بيشوف كيتي فبيجري عليها وبيحاول انه يتكلم معاها، لكن كيو بيتدخل عشان ما تبقاش معاه لوحدها، وبيظهر على كيتي انها سكرانه وبتطلب من كيو يرقص معاها، لكنه بيرفض وبيقول لها انه وراه حاجه. فبتفتكر كيتي اليكس وبتسيبه وبتروح بعيد عشان تتصل بيه. بتفضل تتكلم عن والدتها وبتقول انها كانت مبسوطه ان ليها اخ، وبيقلق اليكس لما بيعرف انها سكرانه، وبيقول لها انه ما ينفعش تبقى في حفله فيها كحول، لكن الشبكه بتقطع ومش بيسمعها. فبتكتب له كده رساله لكنها بتبعتها ليه بدل ما تبعتها له، واللي اول ما بيشوفها بيتصل على والدة يوري وبيعرفها ان في حفله، فبتكتشف ان بنتها كانت بتكذب عليها وبتعرف مكانها. وبعدها بيروح الشاب اللي كيتي هزقته وبيقعد جنبها وبيعتذر لها على اللي قاله، فبتحاول انها تقرب منه، وده لانها ما بتكونش في وعيها، لكن يوري بتلحقها وبتبعد الشاب من قدامها وبتقول لها ان اكيد ما اتغيرش في ساعه، وبتجيب لها ميه واكل، وبتستغرب كيتي من معاملتها الكويسه. وفي الوقت ده بيوصل اليكس الحفله وبيقابل منه، واللي بيترجى انه يساعده ويوقف الحفله، وده لان سمعه والدته هتتضر لو اتعرف ان حفلته فيها كحول. وبيتصدم داي لما بيعرف من كيو ان كيتي كانت بعتت له سلسله والدته يوم العيد، وبيعرف ان يوري هي اللي خدتها. وبيوصل ليه والده يوري للحفله وبيحاولوا انهم يوقفوها لكنهم بيفشلوا، فبتقول المديره انهم لازم يوصلوا للسماعات، وبتتاثر لما ليه بيمسك ايديها عشان يعدوا وبيقربوا من بعض. وبتعجب كيتي لما بتشوف يوري وهي بتلعب على الدي جي، وبتقول لداي لما بيكلمها انها مش بتلومه وانها فهمت دلوقتي ان مغرم بيوري، لكن داي بيبقى عايز يشرح لها اللي حصل ومش بتديله كيتي فرصه. وفي اثناء ما بيتكلموا بيشوفهم من هو هم مقربين من بعض وبيحس بالغيره، وبيتعصب داي على يوري بسبب اللي عملته، وبيقول لها انه مفكر انهم صحاب. وفي الوقت ده بيفصل ليه السماعات، وكل اللي في القاعه بيهربوا اول ما بيشوفوه هو والمديره. واللي تاني يوم بتزعل يوري بسبب ان الصحافه كتبت عنها انها بتفسد داي، وبتقول لها والدتها ان اللي عملته محرج ليها وللمدرسه، وبتطلب منها انها تروح الكنيسه هي وداي عشان يعملوا جلسه تصوير فيها ويمنعوا الاشاعات، وبتهددها انها لو ما سمعتش كلامها مش هترجع لها بطاقه الفيزا بتاعتها. وبتروح يوري المدرسه وبتقابل داي اول ما بيشوفها، بيطلب منها انهم ينفصلوا، فبتعتذر له وبتقول انها غلطت لما خدت السلسله، لكن داي ما بيهتمش بكلامها وبيقولها انه مش عايز يخسر كيتي بسببها، وبيسال عن السبب اللي خلاها تاخد السلسله. فبتقول له يوري انها حست بالغيره وخافت انه يرجع لكيتي وصداقتهم تنتهي، وبتوعده انها تصلح اللي عملته. وبتروح يوري لاوضه كيتي عشان تتكلم معاها، لكنها بتعرف انها سابتها من فتره، وبتكتشف انها قاعده في سكن الشباب. وبترجع يوري للمدرسه وبتقول لداي اللي هي عرفته، وان هو لو ما سمعش كلامها هتبلغ عنها وساعتها هتتفصل من المدرسه. وفي اثناء ما بيتكلموا بتلاحظ كيتي انها لابسه سلسله والدتها، فبتسال داي كان هو اللي اداها لها، فبيقول لها انها سرقتها منه. وفي الوقت ده بتدخل المديره عليهم، وبتتفاجئ لما بتشوف يوري لابسه السلسله وبتسالها عنها. وبتتصدم كيتي لما المديره بتفكر انها بتاعتها وبتقول لها انها بتاعت والدتها، فبترتبك المديره وبتقول ان في حاجه غلط اكيد. ولما بتمشي بيروح ليه وراها وبيسالها عن السبب اللي خلاها تخبي عليه ان كيتي تبقى بنت صاحبتهم، فبتقول له المديره ان مش مهم انه يعرف، وبتمشي. وبتستغرب يوري لما بتشوف ليه وهو بيتكلم مع والدتها وبياخد ليه من الطلاب تليفوناتهم، وبيطلب منهم انهم يقعدوا في المكتبه لمده 8 ساعات عشان يتأدبوا بعد اللي عمله، وبيفضل يراقبهم لحد ما بيدخل الحمام وبيطلب من طالبه انها تراقبهم لحد ما يرجع. وفي الوقت ده بتتكلم يوري مع كيتي وبتقول لها انها محتاجه تعرف السبب اللي بيخلي والدتها ترتبك لما بتسمع اسم والده كيتي، واللي بتقول لها ان هي كمان عايزه تعرف. وبتتفاجئ لما بتعرف ان المديره ووالدتها كانوا شركة في السكن، فبتقول لها يوري انهم لازم يلاقوا الالبومات اللي فيها صورهم، فبتقول لها كيتي عشان اكيد عايزه تعرفها اكتر، لكن يوري بتنفي الكلام وبتقول لها عشان تدمرها، فبتخاف كيتي لكنها بتقرر تساعدها. ولما بيدوروا على الكتاب السنوي اللي بيكون فيه الصور بيلاقوه مفقود، وبيدخل كيو وصاحبه عليهم بعد ما سمعوا كلامهم، وبيقول لهم انه اكيد المديره كانت بتحب ليه لكنه اختار والده كيتي في النهايه. فبتساله يوري عن السبب اللي خلاها يتخلى عن والدتها بالذات، فبتبص كيتي على كيو عشان ما يتكلمش عن اليكس، وبتغير الكلام وبتقول يوري ان
انهم لازم يلاقوا الكتاب السنوي، فبتقول لها ان والدتها اكيد محتفظه بيه في مكتبها وانهم لازم يلحقوا يدوروا عليه دلوقتي قبل ما تخلص اجتماعها. ولما بتروح يوري للمكتب بتتصدم لما بتشوف رسائل والدتها، وبتعرف ان هي اللي بعدت صاحبتها عنها، وبتكتشف كيتي ان المديره محتفظه بسجل وفاه والدتها. وبيرجع ليه المكتبه وبيقول لهم ان عندهم ساعه استراحه عشان الغداء، وبيبقى دايما متوتر بسبب كيتي، وبيستغرب لما منهم بيعرف طلبها في الاكل، لكنه بيقلق لما ليه بيعرفهم انه هينادي على الاسامي، وبيبقى خايف لا يعرف ان كيتي مش موجوده. فبيقوله صاحب كيو انه هيحل الموضوع، وبيتكلم عليه وبيقول له انه معجب جدا بالكتاب اللي بيقراه، فبيتحمس وبيقول انه عنده نسخه في مكتبه بيته وبيروح عشان يجيبها. وبتتصل كيتي على كيو وبتطلب منه انه يغطي عليهم لحد ما يرجعوا، واول ما بتقفل معاه بيوصل ليه للبيت وبتسمعه بيغني، فبتتراب وبتستخبى هي ويوري. ولما بيمشي بتقول لها كيتي ان دي كانت اغنيه والدتها المفضله، فبتقول لها يوري انها اغنيه والدتها برضه. وبتتصدم كيتي لما بتشوف صوره والدتها والمديره في الكتاب السنوي، وبتكتشف انه هي اللي كانت حامل مش والدتها، لكن يوري ما بتاخدش بالها وبتديها سلسله والدتها. وبعدها بيجروا عشان يلحقوا يوصلوا قبل ما ليه يشوفهم، ولما بيوصلوا بيطلبوا من منه انه يساعدهم، فبتدخل صاحبته وبتنجح في انها تبعد ليه لحد ما يدخلوا. وبعدها بتاخد يوري الساعه من كيو وبتقوله انها عايزه تعمل مكالمه ضروري. ولما اليوم بيخلص بتتكلم كيتي مع اليكس وبتعرفه ان المديره هي اللي كانت حامل مش والدتها، فبيتصدم لما بيكتشف انها ممكن تبقى والدته. وبيتفاجئ داي لما بيخرج من المدرسه وبيلاقي الصحافه موجوده، وبيعرف من يوري اللي هي اللي اتصلت بيهم، وده لانها ناويه تعلن انفصالها عنه، وبتعمل كده عشان تنتقم من والدتها اللي بعدت صاحبتها عنها. وبعدها بيروح داي لكيتي وبيقرب منها وبيبوسها، وبعدها بتتطور علاقتهم، لكن كيتي بتفضل قلقانه بسبب انها لسه مش فاهمه اللي حصل. ولما بتحاول تسال داي عن اللي كان بينه وبين يوري مش بيرضى يتكلم، وبتشتكي لكيو بتقول له ان علاقتها بداي على ارض الواقع مش زي علاقتهم، وده لانه مش بيعبر عن مشاعره. وبترفض كيتي ان داي يقرب منها قدام يوري، وده لانها بتبقى عايزه تحافظ على مشاعرها. وبيركبوا الاتوبيس، وده لانهم رايحين المخيم. وبتقعد كيتي جنب اليكس عشان تتكلم معاه في موضوع المديره، فبيقول لها اليكس ان اكيد ليه ما كانش يعرف انها حامل، وان هو لازم يتكلم معاها ويعرف الحقيقه منها. وبتطمنه كيتي وبتقول له ان يوري ما تعرفش حاجه عن الموضوع. فبيساله اليكس عن مشاعرها تجاه علاقه والدتها بالمديره، فبتقول له انها شايفه والدتها صديقه رائعه. فبيقول لها اليكس ان فيها من روح والدتها وانها لطيفه ومخلصه زيها. فبتدي له كيتي الاسوره بتاعته لما اتولد، وبتقول له ان والدتها كانت متاكده ان المديره هتلاقيه. وبتقعد يوري جنب داي وبتقول له انه مش باين عليه انه مبسوط، فبيقول لها انه متضايق بسبب انه مش عارف يحكي اللي حصل لكيتي. فبتقول له يوري انها حصلت على مبلغ من بيع قصه انفصالهم للمجلات، وبتبقى مبسوطه، وده لانها تقدر تسافر زي ما هي عايزه. ولما بتلاقي داي محبط بتوعده انها تساعده، لكنها ما بتكونش عارفه ازاي. ولما بيوصلوا بتطلب يوري من اليكس انها تقعد هي وكيتي في خيمه واحده، فبيطلب اليكس منها انها ما تتحمسش وتعرف يوري انه اخوها. فبتقول له كيتي انها مش هتقول لها حاجه، وده لانها بتكرهها واكيد بتخطط لقتلها. ولما بيدخلوا الخيمه بتفضل كيتي تكلمها عن علاقتها بداي، وبتقول لها انها ما تعرفش القصه كامله. فبتعترف يوري وبتقول لها ان علاقتهم كانت مزيفه وبتحكي لها اللي حصل. وبيتصل من هو بوالدته وبيبقى مبسوط وبيعرفها انه قرر يدي البنت اللي كانت بتجري وراه فرصه، وده لانها بتعشقه. ولما بيجي الليل بتتكلم كيتي مع يوري وبتقول لها ان هي وداي اذوها لما خبوا عليها، فبتقول لها يوري انه كان بيحاول يساعدها وان هي اللي اجبرته يعمل كده، وبتعرفها ان داي بيحبها فعلا وبتطلب منها انها تسامحه. ولما بتعرف كيتي ان صاحبه يوري مسافره لندن بتعرض عليها انها تساعدها، وبتقول لها ان اختها موجوده هناك وممكن تلاقيها، وده لانها بتبقى صعبانه عليها وبتشكرها يوري. وتاني يوم بيحاول داي انه يتكلم مع كيتي وبيقول لها انه عارف انها عرفت كل حاجه، فبتقول له انه على الرغم من كده هي لسه منزعجه ومتضايقه، فبيسالها عن المفروض يعمله عشان تسامحه. فبتقول له كيتي ان داي اللي كانت تعرفه قبل كده كان هيعرف يتصرف ازاي لوحده. وبعدها بشويه بتعرف كيتي مكان صاحبه يوري من اختها، واللي بتفرح ومش بتصدق نفسها انها لقيتها. وبيطلب داي من يوري انها تساعده عشان يصالح كيتي، فبتوافق يوري وبتبدا تجهزها. وبعدها بياخدها داي وبيعملها مفاجاه، وبتتبسط كيتي وبتقول له ان مفيش حد عمل لها مفاجاه لطيفه زي دي قبل كده، فبيتبسط داي وبيحضنها. وفي الوقت ده بيكون منه عامل مفاجاه لحبيبته عشان يعترف لها بحبه، لكن بيظهر عليها انها مش واخده العلاقه جد، وبيستغرب منه بيقول لها انها كانت مهووسه بيه، فبتقول له انها بتطرد الشاب لكن بعد كده مش بتهتم وبتتاسف له. فبيقول لها منه انه على الرغم من كده هو ممتن ليها عشان هي خليته يدرك انه محتاج يدخل في علاقه جديه. وبيتكلم داي مع كيتي وبيقول لها انه عارف انها قلقانه من انه يكون مش نفس الشخص اللي عرفته، وان هو فعلا مش نفس الشخص، وده لانهم اول ما اتقابلوا كانوا لسه اطفال، وانه فات على علاقتهم 4 سنين. فبتقول له كيتي ان هو كان الشخص الوحيد اللي كانت بتفكر فيه في 4 سنين. فبيقول لها داي انها لما كانت بتدور على شاب غيره في حفله منه، ساعتها كان حاسس ان معدته اتشالت من مكانها. وبيعترف لها داي بحبه وبيقول لها انه على طول كان بيحبها، فبتتاثر كيتي وبتعترف له بحبها هي كمان. ولما بترجع للمخيم بتقول له يوري انه كان موعد مثالي، فبتتبسط وبتحضنها. وبترجع كيتي للسكن وبتفضل هي وداي يحبوا في بعض قدام منه، واللي بيتضايق منهم بسبب انه نفسه يرتبط. فبتقول له كيتي انها مبسوطه لانها بتمتلك اكتر حبيب مثالي في العالم، لكنها بعدين بتفتكر ان الامتحانات قربت وانها ممكن تسقط في كل المواد، وبتبقى خايفه لا تطرد من المدرسه لو سقطت. فبيطمنها داي وبيقول لها انهم كلهم هيساعدوها في المذاكره لحد ما بتنجح. وبيجي
يجبر دايمن هو انه يذاكر لها هو كمان. وفي الوقت ده بيقابل اليكس المديره وبيعرفها انها والدته، وبتتصدم لما بيقول لها انه عمل تحليل الدي ان ايه واكتشف ان ليه يبقى والده الحقيقي. فبتساله ان كان جه المدرسه عشان يقابله، فبيوافق على كلامها. وبتكتشف المديره ان كيتي تعرف الحقيقه، فبيوريها اليكس الاسوره بتاعته وهو طفل وبيقولها ان كيتي هي اللي اديتها له. ولما بترجع المديره للبيت بتقعد مع جوزها وبتعترف له انها كانت حامل وهي عندها 16 سنه، وانها استخدمت اسم صديقتها الامريكيه عشان تسجله باسمها، وان عندها ابن وانه ظهر. فبيقول لها جوزها انها تديله فلوس وتبعده عشان ما ياثرش على سمعتهم. نفس الوقت ده بتكون يوري واقفه وبتتنصت عليهم وبتعرف كل حاجه، وبتدخل عليهم وبتعرفهم انها سمعت كلامهم. فبتجري والدتها وراها، فبتقول لها يوري انها عارفه ان ليه يبقى والد اخوها، وبتسالها مين اخوها، فمش بترضى والدتها انها تقول لها. فبتلومها يوري بسبب انها تبعد ابنها عنها عشان تحافظ على عيلتهم البائسه. وبتتخانق يوري مع والدتها وبتلم هدومها وبتمشي. وبيذاكر كيول كيتي، وفي الوقت ده بيخبط حد عليهم، فبتترعب كيتي وبتستخبى لكنها بتتصدم لما بتلاقي يوري قدامها، وبتقول لها انها تعيش معاها. وبعدها بتحكي لها عن اللي حصل في البيت وبتقول لها ان عندها اخ. فبترتبك كيتي وبتسالها ان كانت عرفت هو مين، وبترتاح لما يوري بتقول لها ان والدتها رفضت تعرفها، لكنها بتتوتر بسبب انها مش بتبقى قادره تخبي عليها ان اليكس يبقى اخوها، خصوصا لما يوري بتقول لها انها متحمسه تتعرف عليه، وده لانها طول عمرها كان نفسها يبقى عندها اخ. وبتتمسك كيتي ومش بتقول لها بسبب انها وعدت اليكس انها ما تعرفش حد، لكنها بتفكر يوري باليوم اللي شافه في الكتاب الثانوي، وبتقول لها ساعتها والدتها كانت حامل. فبتقول لها يوري انهم صحاب زي امهاتهم وبتحضنها. وتاني يوم بيتفاجئ من هو لما بيشوف يوري في البيت، لكنه بيتضايق اكتر لما بيكتشف ان علاقتها بداي كانت مزيفه، وبيتعصب على كيتي وبيقول لها انها ازاي قدرت تسامح داي. فبتقول له كيتي انها كانت متضايقه لكنها سامحته. فبيتريق من هو عليها وبيقول لها انها شبه زوجة ابوه. فبيدخل داي وبيقول له ان علاقتهم كويسه، فبيقول له مين هو انه متضايق منه بسبب انه كان مفكرهم صحاب ومش بيخبوا حاجه على بعض. ولما بيخرجوا عشان يجيبوا قهوه بيعتذر له داي على اللي عمله، لكن مين هو بيفضل متضايق. فبيشك داي فيه وبيساله عن السبب اللي بيخليه يهتم بكيتي. وفي اثناء ما بيتكلموا بيشوفوا صاحب كيو وهو بيتكلم مع واحد وبياخد منه حاجه. وتاني يوم في المدرسه بيعني لي عن عرض المواهب اللي هيحصل في المدرسه، وبيعرفهم انهم لازم يقدموا عرض كوري تقليدي. فبتقول يوري لكيتي انها هتعلمها الرقص الكوري وهترقص معاها. وبيجي يوم العرض وبتبقى كيتي متوتره على الرغم من انها اتدربت مع يوري، وبتسمع اليكس وهو مشغل موسيقى، فبتروح عشان تتكلم معاه. وبتتصدم لما بتعرف انه هيرجع لاستراليا ومش هيرجع لكوريا تاني، وبيقول لها انه جه هنا عشان يتعرف على اهله البيولوجيين، وانه اتعرف عليهم فعلا لكن والده مش عارف بوجوده، وان والدته من ساعه ما عرفت وهي بتتجاهله. وفي الوقت ده بتكون المديره معديه جنبهم وبتسمع كلامهم، فبتقول له كيتي ان يوري عايزه تعرف عليه ونفسها يبقى عندها اخ. فبيديها اليكس ورقه الامتحان بتاعتها، وبتتبسط لما بتعرف انها نجحت، وبتطلب منه انه يفكر في اللي هي قالته عشان يوري. ولما بيجي الليل وبيبدا العرض بيظهر على كيو انه متضايق من صاحبه بسبب انه اكتشف ان هو بيغش في الامتحانات عشان ينجح وما يضطرش يرجع مع والدته. وقبل ما كيتي ويوري يرقصوا على المسرح بتدخل المديره عليهم، وبتطلب من يوري انها ترجع البيت، وبتوعدها انها تتكلم مع اليكس. فبتتصدم يوري لما بتعرف ان هو اخوها وان كيتي كانت عارفه ومخبيه عليها. ولما بيبدا العرض بيفضلوا يتكلموا، وبتتعصب يوري عليها وبتسالها ازاي قدرت تخبي عليها. فبتقول لها كيتي انها كانت مفكره ان اخوها هو، لكن يوري بتفضل متعصبه عليها وبتقول لها انهم عادوا صحاب. فبتخبط كيتي في مكنه الالعاب الناريه بالغلط وبتطلع نار، واللي بتمسك في هدومها. فبيجري من هو عليها وبيطفيها، فبيشوفهم ضاي وبيجري على كيتي وبيطلب من هو انه يمشي، وبيبقى متضايق، وده لانه بيشك انه معجب بحبيبته وبيتخانق معاه. فبتوقفه كيتي وبتقول له ان مش بينهم اي حاجه، وبيبوظ العرض. فبتعيط المديره وبيفضل جوزها يزعق لها، فبتسيبه وبتروح لاولادها وبتمسك ايديهم وبتطلب من انه يخرج معاهم عشان يتكلموا، واللي بيتصدم لما بيعرف ان اليكس ابنه. وبتعتذر له المديره وبتقول له انها ما كانتش عايزه تقول له ساعتها عشان ما يرجعش عن قراره ويسافر لامريكا، وده لانها كانت مؤمنه بحلمه في انه يكون موسيقي مشهور. فبيقول لها ان ده ما كانش مستقبله وان عمره ما كان هيبقى مغني، وبيطلب من اليكس انه يتكلم معاه لوحده. فبترفض المديره وبتقول انهم كلهم محتاجين يتكلموا مع بعض. ولما بترجع اليكس للسكن بتبقى حزينه وبتتصل على والدها، واللي بيقلق عليها وبيبقى عايز يسافر لها. فبتطمنه كيتي وبتقول انها مش حاله طارئه، وبتقول انها اتخانقت مع داي ويوري صاحبتها وانها حزينه جدا وحاسه بحيره. فبيقول لها والدها ان طبيعي بالنسبه لبنت عندها 17 سنه، وبيشجعها وبيقول لها انها من اقوى الناس اللي عرفهم، وده لانها سافرت بره البلد عشان تدرس لوحدها. فبتقول له كيتي انها حاسه انها مش قويه، وبتعرفه انها ممكن تسقط في كل المواد. فبيطمنها والدها وبيقول لها ان مفيش مشكله، وبيسالها ان كانت اتعلمت حاجه تانية بعيد عن الدراسه. فبتقول له كيتي انها اتعلمت ان والدتها قدمت حب لا متناهي وان كان ليها تاثير كبير. وبعدها بتلم كيتي هدومها عشان اجازه الشتاء، وبيطلب كيو منها انها ترجع تاني بعد ما بيشوفها بتلم هدومها كلها. فبتقول له كيتي انها مش متاكده من اللي هيحصل، وبتبقى حزينه وبتقول له يوري مش عايزه ترد على رسائلها. فبيفكرها كيو باول ما جت كوريا وانها ما كانش عندها خبره خالص في اي حاجه. فبتقول له كيتي انها اتعلمت حاجات كتير فعلا في كوريا، لكنها بتكون خايفه لا تسقط. فبيطمنها كيو وبيقول لها انها تنجح، وده لانها محتاجه وسيطه العلاقات الخاصه بتاعته معاه. وبعدها بيعمل لها شاي وبيحكي لها عن صاحبه اللي اكتشف انه بيغش، وبيقول لها انه محتار، وده لانه عارف كويس
كويس ان صاحبه بيعاني بسبب طلاق اهله وانه عمل كده عشان ما يضطرش يسافر مع والدته. فبتقول له كيتي ان اللي عمله صاحبه غلط، خصوصا ان الكل بيجتهد عشان ينجح. وتاني يوم لما بتصحى يوري بتلاقي والدتها وهي قاعده قدامها وبتتاملها وهي نايمه. ولما بتفوق يوري بتعرفها والدتها انها اتكلمت مع اليكس وطلبت منه يقضي الاجازه معاهم. وبتعرف يوري لما بتعرف ان والدتها سمحت لصاحبتها بانها ترجع كوريا وبتحضنها. وبيجي يوم النتيجه وبيتصدم كيو لما بيعرف ان صاحبه خد المركز الاول وانه بالشكل ده هياخد مكان داي، وبيقول له انه عايز صاحب ليه وان اللي حصل غلط. وفجاه بتظهر كيتي وسط الولاد وبتسال كيو على نتيجتها، وبتتبسط لما بتعرف انها نجحت لكنها بتنسى انها ظهرت قدام الولاد. وبتتصدم لما المشرف بيطلب منها تروح مكتب المديره، وهناك بيفضلوا يتكلموا بالكوري وبتبقى كيتي مش فاهماهم. وبتطلب منهم انها تتكلم وبتقول لهم انها زميلتها في السكن كانت فاتحه الكاميرا 24 ساعه وانها ما كانتش عارفه تعيش معاها بسبب الزباله اللي في الاوضه. فبتقول لها المديره انهم للاسف بيناقشوا قرار فصلها من المدرسه. فبتقول كيتي انها نجحت في كل صفوفها، فبتقول لها المديره انها خلفت القواعد وده هيمنع المنحه عنها. وبتحبط كيتي وبتقرر انها تتكلم قدام الطلاب والمدرسين، وبتقول ان المدرسه دي ليها اهميه كبيره بالنسبه لها وده لان والدتها درست هنا وانها قدرت تلاقيها في المكان ده. لكن المديره بتمشي قبل ما كيتي بتكمل كلامها، وبينزلها اليكس وبيقول لها انه صحي عاش بره، لكنه يعرف انه غلط كبير ان حد يقف برجله على الترابيزه اللي بياكل عليها في كوريا. وبيحزن وبيقول لها انه هيفتقدها جدا. فبتتاثر كيتي وبتقول انهم هيتكلموا على طول. ولما بتجهز شنطتها بيدخل من هو عليها كذا مره وبيسالها ان كانت استخدمت الكريم بتاعه، فبتنكر وبتقول له كيو انها استخدمته. واللي بيزعل وبيقول لها انه مش مصدق انها مش هترجع تاني، فبتقول له كيتي ان هو اكتر واحده تفتقده، فبيعيط. وفي الوقت ده بيدخل من هو عليهم وبيقول لهم انه ماشي. فبتستغرب كيتي وبتقول لكيو انه اكيد ما يعرفش انها مش هترجع تاني، فبيقول لها انه عارف لكنه بيتصرف كمين هو. ولما بتخرج كيتي بتقابل المديره واللي بتقول لها انها اتاثرت بكلامها، وبتديها جواب كانت والدتها كاتبه ليها، وبتقول لها انها كانت تتمنى ترد عليها ساعتها لكنها ما قدرتش. فبتديها كيتي شريط بتاعها واللي لقيته في شنطه والدتها. فبتتبسط المديره وبتقول لها ان ليه اللي كان عمله ليها مخصوص. وبيتصدم داي لما بيعرف انه في المركز الثاني، وبيقول لكيو انه بالشكل ده هيخسر المنحه والسكن، فبيزعل لكنه مش بيقدر يقول له الحقيقه. وبيتصدم داي لما بيعرف من كيو ان كيتي مشيت وانها مش هترجع تاني. ولما بيدخل الاوضه بيلاقيها سايبه له السلسله بتاعت والدتها، فبيتصل داي على والده وبيطلب منه يوصله للمطار. ولما بيوصل بيفضل يجري عشان يلحقها قبل ما تركب الطياره، واول ما كيتي بتشوفه بتجري عليه وبتحضنه وبتقول له انها كانت خايفه لما تشوفوش تاني. وبتبدا تتكلم وبتقول له ان عمرها ما ندمت على علاقتهم ولا انها جت لكوريا، وده لان الموضوع كان يستحق فعلا وان هو اول حب مثالي بالنسبه لها. وبيتفاجئ داي لما بيعرف انها عايزاهم ينفصلوا، وبيقول لها انها هتفضل دايما اول بنت حباها في حياته. فبتعيط كيتي وبيبوسه وبيسيبها داي وبيمشي. وبعدها بتقابل يوري وبتفكر انها موجوده عشان تقابلها، لكنها بتكتشف انها راحت المطار عشان صاحبتها. فبتزعل كيتي وبتمشي قبل ما يوري تعرفها على صاحبتها. ولما بتركب كيتي الطياره بتتفاجئ لما بتلاقي من هو راكب جنبها، وبيقول لها انه مسافر امريكا عشان يقابل والدته. فبتقول له كيتي انها كانت مفكره انه مش مهتم يودعها، فبيهزر من هو معاها وبيقول لها انه لسه مش مهتم. وبعدها بيسالها ان كانت اتصالحت مع داي، وبيتبسط من هو لما بيعرف انهم انفصلوا، فبيتشجع وبيعترف لها انه معجب بيها. فبتتصدم كيتي ومش بتعرف ترد، وبيخلص المسلسل. الفيديو ده كتبته مي جلال وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.